إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي توجه محافظ أرخبيل سقطرى المعين من قبل مجلس القيادة الرئاسي رأفت الثقلي، ومن صفحته بالفيسبوك أعلن تفاصيل الزيارة، وقيل إنها جاءت لمناقشة الوضع التنموي في سقطرى، وكأن الأرخبيل اليمنية ولاية ثامنة للإمارات. أما واقع التنمية فلا وجود له في الجزيرة ولا أثر، ولعل المشاهد المتكررة كفيلة بنقل حالة الأزمات المتجددة في الأرخبيل وسط عجز المواطن عن توفير متطلبات الحياة اليومية. وبالعودة إلى رأفت الثقلي، فإن تحركاته وزياراته لأبوظبي تأتي عقب مغادرة المندوب الإماراتي محمود آل خاجة بعد تقديمه وعودا بإنشاء مدرج للطيران الحربي الإماراتي في منطقة نوجد بالجزيرة. غير أن وجود آل خاجة ونفوذه في الجزيرة لا يضاهيان ما قدمه رأفت الثقلي، لا سيما بعد أن صار له منصب رسمي منحه إياه مجلس القيادة الرئاسي، وأصبحت زياراته علنية. قد كان يغادر الجزيرة بالأمس متخفيا. لا شيء ينمو في الأرخبيل مثل الأجندة الإماراتية التي وجدت ضالتها في الثقلي ورفاقه، وحولت الجزيرة اليمنية من محمية طبيعية إلى ثكنة عسكرية وتجمع للخبراء الأجانب المجهولين.